من لبنان وشعبه وأعلامه إلى أرض الخير ومملكة المحبة، إلى مملكة العربية السعودية قبلة العرب وأرض القداسة، إلى الشعب السعودي الشقيق باني أمجاد التاريخ، إلى القلوب المفتوحة على الحب والخير، إلى العقول الراقية والنخب الراسخة في صميم الإنسانية، للوجوه الراقية التي تتألق بوهج العلم وتخفق بأناقة العطاء وتشمخ بنور العلم لتغدو مثالا للأصالة ونبل الفروسية. ومن هنا من بيروت الأبجدية نتطلع بعين القلب والفكر إلى مملكة الرقي والحياة، نتشرف بالقامات السعودية واللبنانية الشامخة رجولة وإباء، نعتز بنبلكم وفروسيتكم وحكمتكم، نتشرف بإنجاز كتاب وجوه سعودية ولبنانية بهدف الإضاءة على أهل الإبداع والنجاح من لبنان والمملكة العربية السعودية في شتى الميادين، إضافة إلى تمثيل الوطن اللبناني خير تمثيل هناك وإعطاء صورة مشرفة عن لبنان والعمل للحفاظ على عمق المحبة بين لبنان والمملكة العربية السعودية. وبالمناسبة لابد لنا من كلمة شكر وتقدير لصاحب الفضل الأكبر لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز الشامخ كالجبال، المتواضع كسنابل القمح، والذي هو منارة للنبل والفروسية والحكمة، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، متمنين لسموه دوام الصحة والعافية. وبعد معكم نشد أشرعة المراكب ونخوض شرف الكتابة وبناء الآتي، لنكون على موعد مع الوجوه السعودية واللبنانية هناك، نستلهم منها مجد العطاء وأناقة الإنسانية، لعلنا ننهل من فكر تلك القامات دروسا في الشهامة وقيما للكرامة وقدوة للنجاح. وبالمناسبة لابد لنا من كلمة شكر وباقة وفاء لكل الذين ساروا ويسيرون معا لنتشرف بالوصول إلى كل النخب الراقية في مملكة الخير وبلاد المحبة والتسامح. وعلى أمل اللقاء القريب كل التمنيات بدوام الفرح والسعادة والنجاح لكم ولوطننا الحبيب لبنان، الاستقرار والأمان.